تعرضت بلدة التيح لقصف عدة صواريخ من عصابات الأسد المجرمة المتواجدة في طامة خليفي جنوب أبو دالي، مما أدى إلى استشهاد شخصين في قرية التيح، مخلص علي العواج وحسين إبراهيم القطيش. والصورة هي التي تتكلم، انظر إلى الدمار الذي حصل في البلدة، وأكثر من مكان تدمر بشكل كامل. بلدة التيح تقع في ريف إدلب الجنوبي، عدد سكانها 18,000 من المقيمين، طبعا 18,000 نسمة من المقيمين و 6,000 من النازحين. هذه البلدة تتعرض لهجمة شرسة من قوات النظام في ريف حماة الشمالي، أدت هذه الهجمة إلى دمار هائل في البنى التحتية والمنازل السكنية، تقدر نسبة الدمار من 80 إلى 85%، أيضا أدت إلى وقوف الخدمات بشكل عام من خدمات صحية وخدمات أخرى. ونحن كمجلس محلي نعلن بأن بلدة التيح بلدة منكوبة بسبب هذه الهجمة الشرسة ووقوف كافة الخدمات.